بداية مرحبا بك آنسة أمان، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين مشاهدي قناة اليوم. لا شك بأن هذه السياسة المتبعة من قبل الاحتلال التركي، هذا التصعيد جاء على خلفية محاولة الاحتلال التركي تحسين الجوانب السياسية والتقرب من حكومة دمشق وسط سياسة عنصرية تطبق على أرض الواقع. لا شك بأن الشعوب في المناطق المحتلة رفضت هذه السياسة وأنزلت أو أحرقت الأعلام التركية وهي بادرة من قبل القاطنين في تلك المناطق أو في تلك المدن كعفرين والباب وبار وغيرها من المدن المحتلة في شمال غرب سوريا. هذا غض مضجع الاحتلال التركي وجعله بين كفي كماشة، إما التصعيد لتأكيد السيطرة في مناطق في إقليم شمال شرق سوريا كتل طويل، في اليوم يقصف تل طويل ويوم أمس أيضا في تل تمر، وأيضا يقصف في الشهباء، وأيضا يقصف يحاول قصف في مناطق أخرى. هذه ليحاول أن يبرر أو يحاول أن يعيد بعض الأوراق التي خسرها جراء الرفض الشعبي والمجتمعي لهذه السياسة المنتهجة من قبل الاحتلال التركي في المناطق المحتلة. أنتم تعلمون بأن قوات الاحتلال التركي مرتزقته يطلقون النار حتى على المحتجين في عفرين وفي مناطق أخرى، وأيضا على خلفية اقتحام للأهالي لمجموعة أو لعدد من مقار الاحتلال وإخراج موظفي الاحتلال وإنزال العلم التركي وحرقهم. هذه جميعها أغضبت الاحتلال التركي وجعلته يحاول إعادة بعض ما خسره، يعتبر هو خسارة هذه نتيجة السياسة الذي يقوم بتطبيقها من خلال سياسة التقارب من خلال أو سياسة التقارب من حكومة دمشق. نعم أستاذ حسين، أيضا حضرتك ذكرت أن المنطقة تشهد احتجاجات واسعة وغاضبة رافضة لسياسات الاحتلال التركي، وأيضا ربما هي رافضة لمسألة الحديث عن محاولات إعادة العلاقات ما بين سوريا وتركيا. هذه الاحتجاجات الرافضة إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على مسار هذه المباحثات والمفاوضات في عودة العلاقات؟ إرادة الشعب أو إرادة الشعوب في المنطقة هي من تتحكم بالبوصلة، إذا ما أردنا أن نتحدث من خلال توازنات حقوقية ودولية، إذا أرادت فعلا أن تتدخل بالشأن الدولي ولمصلحة الشعوب في المنطقة. لذلك حق الشعوب وحق المجتمعات أن تقول كلمتها وترفض كل السياسات الإقصائية والعنصرية والتوسعية وسياسة الإبادة والسجن والاعتقال التي تنتهجها مرتزقة الاحتلال التركي في تلك المناطق. لذلك الشعوب يحتجون على هذه السياسة، وهذا حقهم في الاحتجاج، لأن هذه السياسة هي تخالف المبادئ الإنسانية التي تعيشها الشعوب في المنطقة. من باب آخر أيضا، حالة القمع وحالة السجن والاعتقال وتضييق الخناق وغيره من العمليات التي تقوم بها سلطات الاحتلال التركي في المناطق المحتلة خفضت من الشعبية، أو حتى هذه الشعبية لم تكن متواجدة لدى الاحتلال التركي. الاحتلال التركي هو يحاول اللعب بالأوراق ويحاول كسب محاولات فقط، هو لم يكتسب فقط، هو اشترى بعض المرتزقة ويقوم بزجهم في المعارك. هو هناك الكثير من الشرفاء في المناطق المحتلة، الكثير من الذين يرفضون الاحتلال ويرفضون حتى اقتطاع أجزاء من الجغرافيا السورية من قبل المحتل التركي أو من قبل الأطراف التي يقوم بدعمها الاحتلال التركي. لذلك هم متمسكون بالأرض، سواء كانت في المناطق المحتلة في عفرين، في الباب، في جرابلس، في مناطق أخرى كثيرة، هم يتمسكون بالوحدة الوطنية لتلك المنطقة، وحقهم أن يقولوا للمحتل التركي لا يمكن أن تساوم على ورقة المهجرين أو أن تساوم على ورقة المحتجين الذين يقومون هم في أماكنهم، حتى ولو لم يكونوا من تلك المناطق. السياسة الديمغرافية التي يحاول الاحتلال التركي تطبيقها على أرض الواقع هي فقط لفتح المجال أمامه لتنفيذ مشروعه التوسعي والتحكم بمفاصل المجتمعات في تلك المنطقة. لكن على ما أعتقد هذه الاحتجاجات وضعت حدا للسياسة التركية في تلك المنطقة، وهو يحاول الانتقام بقصف منطقة في شمال شرق سوريا سواء كانت في تل تمر أو في الشهباء.
هذه السياسة هي سياسة انتقامية، سياسة عنصرية يلجأ إليها الاحتلال التركي لتبرير تدخلاته وسياسته التي لم تعد مقبولة من قبل الشعوب السورية. جزيل الشكر لكل هذه الإيضاحات والمداخلة معنا من شمال شرق سوريا. حسين عثمان، صحفي وعضو مجلس عام في اتحاد الإعلام الحر.